شعر عندك ديك 4 ريال ديال الجيك تعرفوا كي داير بها شعايره وانا واحد الشعر عليك شوفي لا صافي اليوم غنهضروا على عاشوراء واخا ما موجد لها حتى شي حاجه عاوتاني غنضرب على كتابه وتصوروا من المونتاج بحال العيد الكبير وتدي تكبر شويه راه شحال دير شي بودكاست منور ياك ويا صاحبي دائما هاد المناسبات الدنيا كيغفلوني دابا يتخيل معايا غنهز لهم شي بيضه من الثلاجه نهزها في الفيديو تهز لهم بيضه من الثلاجه يطيروا المكشه بيضه ويا وانا مشيت نخاف على البلاطو ديالي انا بعدا صبر 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 دابا غتغدير ديك ابوني ولكن واش ما نطلقش عليك شي بيضه ما عجبكش هاد البيضه هذا نجبدو البيض الاخر ماشي مشكل البيض البلدي اخباركم عاد انت مسراني لابس هاد البيسه المقلوب غنبدلوها دابا هاكا خاصها تلبس بلاك تاني بودكاست راه يبدل حوايجو في وسط الفيديو قبل ما نسالي وانا وجهي يعني الصهد نحيد هاد القميص اول بودكاست كيبدل حوايجو وسط الفيديو عليه أرانا عشرة كيفاش كانت ملك الصغار الدراري الصغار كانوا كيشريو من قشاواج فردي طونوبيل مينوط البنات لا البنات كانوا كيشريو من كوزينة بوطام قلا معلاق طاوة كسرونات تا بلاصة لا كوزين يضحكين هاد البنات يضحكين الأساطير لا الأساطير كيخرجو يديرو الجميلة كنا كنشريو ديك التخيطة ديال الفاكية وكنتبرعو بالحلوة دوك الأيامات ولكن فاش كبرنا تبدل الوضع ولينا كنترينو على الحروب العالمية في الاول بدينا بشعايله في الجيكس شويه دزنا للمينات والقنابل كتولي تسمعي الطراطق وتصرا المينات طرطقات في القاسم في الكوريج المينات ما بقاوش كيشبعوا الرغبات الشريسه ديالنا الناس ديال الصوار خبقوا المتفجرات صافي ولا كيبان بجوج حومات شابكينها اللي جات فيه الضربه كيتجمعوا يضربوا الكسكسو عنده في الصباح البوليس ما بقاو كيقدروا يديروا معاهم والو لهنا عندي واحد الميساج للدراري اغات عصورة كتكثر واحد الظاهرة عرفتوها ياك ما عرفتوهاش حيت هذوك البنات اللي كانوا كيلعبوا بكوزينة حتى هما كيولوا كيلعبوا بالصواريخ ماشي اي صواريخ بحال الدراري الصواريخ ديال البنات كيكونوا اشد فتكا ودمارا وتدميرا وتشتيتا حيت هاد الصواريخ ما كيتسمعوش كاع السماوي على حبيبة شو سميت ماماك اللي غتكون حماتي في المستقبل ان شاء الله صبحنا على الله شنو بغيتي بغيت غير نوجد لها واحد الكادو بصح واش نقولها لها لا ما تقولهاش خليها لها مفاجاه سربي سربي قول لها قمه تقطع لابل واخا سميتها فاطمه سكينه كتفكر في الوالده سميتو عمر ولد فاطمه الحاج واش ما يعاودش يشوف شي وحده من غيري يعني يا حماقه باش ما يبقى عجبتها شي وحده هاي البنات اغات داكشي راه ما خدامش يا كتشتو به الشمل وكتجمعو به الذنوب على رقبتكم عاشوراء او العاشر المحرم هي واحد الذكرى دينية فيها نجى الله سيدنا موسى من فرعون وفيها استشهد الحفيد ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين بن علي في معركة كربلاء وقعوا بزاف ديال المناسبات في نص النهار لذلك كيخصنا حنا كمسلمين نصوموا هذا النهار فين المهم انا نساوش غدا الخميس غدا عاشوراء غدا خاصنا نصوموا حيت كيتغفروا الذنوب العام اللي فات المهم غدا الصيام لي صامريم لي فريطا كينيس طايب ندوز حتى غتصوم اجي غتصوم انت المهم هذا غير حتى تبقى خاصكم تصوم وبهذا الشيء نختم هذا الفيديو قبلوا عليا مازال الخير ان شاء الله القدام ما تنساوش ديك زيم وابوني وكومونتير وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ودوز عندي الانستغرام والفيسبوك و ديروا شي حاجه المهم ديروا شي حاجه تفرحني وصافي تهلاو في راسكم حسني عوال البنات مع الدري هادي اللي كيدير الدرة الله يتقبل زادكم الله الوالدة أيا صاحبي دايما هاد المناسبات الدنيا كيغفلوني واش نصد هاد الحبس منين جا صافي صافي سير سير مع الدوزات الميلات مبقاوش كيشبعو الرغبات الشرسة ديالنا زناد أشراف داكشي كدير كيصدعني سربي طلع دغيا راني طرقت السجاده دابا سربي طلع راني طرقت الصوار